وحدات حماية المرأة تعلن تحرير طفلة وشابتين إيزيديتين في شمال شرق سوريا. قوى الأمن الداخلي تعلن إلقاء القبض على 7 إرهابيين من داعش بمخيم الهول شمال شرق سوريا. مظاهرات في مدينة الباب المحتلة شمال سوريا رفضاً للوجود التركي وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. حزب الله اللبناني يتوعد بالرد على اغتيال إسرائيل لفؤاد شكر ويقول إن الصراع دخل مرحلة جديدة. صحيفة نيويورك تايمز تكشف أن اغتيال هنية في طهران تم بعبوة ناسفة هربت سراً إلى مكان إقامته قبل شهرين. إسرائيل تعلن مقتل محمد الضيف قائد كتاب القسام في ضربة جوية على غزة الشهر الماضي. خبراء في الأمن الغذائي يؤكدون حدوث مجاعة في موقع واحد على الأقل في شمال دارفور بالسودان.